السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان لما كان الإسماعيلي بياخد المركز الثالث أو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، كان جمهور الإسماعيلي بيبقى غضبان، ويمكن الجمهور ما بيروحش الاستاد بسبب إن الإسماعيلي ما بينافسش، ده في المركز الثالث والرابع. فما بالك دلوقتي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير، وساعات بيبقى في المركز الأخير، وبقاله بتاع 5 6 سنين 7 سنين بيصارع من أجل البقاء كل سنة. وضع غير سليم وغير صحيح بالنسبة للنادي الإسماعيلي أو جمهور الدراويش الكبير خالص. السنة دي إحنا بنحاول نشوف النادي الإسماعيلي في منطقة الأمان أو في وسط الترتيب أو جدول ترتيب الدوري. النهاردة الإسماعيلي بدأ الاستعدادات لمباراة سموحة إن شاء الله ليوم الخميس القادم في الدوري الممتاز بعد الفطار الساعة 8 وربع مساء. طبعا كابتن حمزة الجمل في جلسات فردية وجماعية مع اللاعبين من أجل رجوع الحالة النفسية والمعنوية للعيبة والتحفيز للفوز إن شاء الله في الماتش الجاي. الإسماعيلي عاوز ماتش واتنين يفوزهم عشان يفرق شوية بعد فوز الداخلية وبعد فوز البنك الأهلي، وبعد اللي دلوقتي وموقف الإسماعيلي في النتائج بقى سيء، لازم نكون صراحة مع بعض. والجهاز الفني برئاسة كابتن حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي والجهاز المعاون مع محمد صبحي وأيمن كمال يعني بيجتهدوا لعودة الروح المعنوية عند لعيبة النادي الإسماعيلي. نتائج غير مطمئنة في الفترة اللي فاتت، الاستعدادات هم شغالين عليها. مجلس الإدارة يعني لازم مجلس الإدارة الدعم والمكافآت وصرف حقوق اللعيبة، صحيح في شوية حاجات جت كده من تقريبا من وزير الشباب وسدت شوية خانات موجودة عند اللعيبة، ولكن اللعيبة لازم يكون عندها روح وإن هي بتلعب باسم النادي الإسماعيلي وروح الفانلة ترجع تاني، عشان عاوزين ماتش فوز سموحة لازم فوز في الوقت الحالي، لازم فوز، لازم أنت لازم تطلع بفوز. بقى لنا بتاع حوالي 5 6 ماتشات نقول الاسماعيلي يكسب وما بيكسبش، والتعادلات دي بتقطم، تعادلات بنقطم. احنا عايزين 3 بونت الاسماعيلي ينط بيهم في جدول الترتيب. تأجيل ملف تجديد عمر الوحش والكابتن احمد مدبولي نجم النادي الاسماعيلي في الفترة الحالية. طبعا حتة ان اللعيبة عمالة تأجل ولا المجلس الادارة اللي بتأجل، اللعيبة خايفة. عشان اقول لك حاجه، اللعيبه خايفه مستقبلي رايح فين، الاسماعيلي في الدوري ولا مش في الدوري، الاسماعيلي هي حته ان انت بتصرف فلوس وما بتصرفش فلوس دي عامله ازمه عند اللعيبه كبيره جدا، مشكله كبيره جدا، ارجو انها تتحل، وارجو ان مجلس الاداره او اللجنه المؤقته الموجوده حاليا في النادي الاسماعيلي يبقى فيه رسائل طمانينه للاعبين او لاي لاعب هيجي النادي الاسماعيلي، وحاجات تطمن برضو جمهور النادي الإسماعيلي اللي قلقان على فرقته واللي شايف إن فرقته في مكان غير طبيعي. وأتمنى الفوز للإسماعيلي إن شاء الله في المباراة القادمة، واكتب رأيك ونتائجك وتوقعك للمباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله يوم الخميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.